بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع والثلاثون هذا جدار وهذا سقف هذا اسم إشارة مبتدأ جدار خبر وحرف عطف هذا مبتدأ سقف خبر هذه ساعة الجيب وهذه ساعة الجدار هذه اسم إشارة مبتدأ ساعة خبر مضاف الجيب مضاف إليه وحرف عطف هذه ساعة الجدار معطوف على هذه ساعة الجيب اشتريت هذه الجزمة بتسع جنيهات وأربعين قرشا اشتريت فعل والتاء فاعل هذه اسم إشارة مفعول به الجزمة نعت بتسع جار ومجرور متعلق باشتريت تسع عدد جنيهات معدود وحرف عطف أربعين معطوف بتسعي أربعين عدد قرش معدود تمييز هذه الحقيبة كبيرة وهذه صغيرة هذه اسم إشارة مبتدأ الحقيبة نعت لهذه كبيرة خبر وحرف عطف هذه مبتدأ صغيرة خبر دق الجرس فدخلت تلامذة الفصول دق فعل الجرس فاعل فحرف عطف دخل فعل التلامذة فاعل الفصول ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه هل دق الجرس يا عبد الله نعم يا سيدي دق من زمان هل حرف استفهام دق فعل الجرس فاعل يا حرف نداء عبد منادى مضاف لوز الجلالة مضاف إليه نعم حرف جواب يا حرف نداء سيدي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه دق فعل وفاعل من زمان جار ومجرور متعلق بالفعل دق أما فتحت الشباك أما حرف التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب فتحت فعل والتاء فاعل الشباك مفعول به هل لبست دفاءك هل حرف استفهام لبست فعل والتاء فاعل دفاء مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه أما قرأت درسك أما حرف التنبيه قرأت فعل والتاء فاعل درس مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه أأنت وسخت هذه الكراسة الحمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أنت ضمير منفصل مبتدأ وسخت خبر والتاء فاعل وهو عائد على المبتدأ هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به الكراسة نعت بهذه أأنت تقول هذا القول الحمزة حرف استفهام أنت ضمير منفصل مبتدأ تقول فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وهو عائد على المبتدأ هذا اسم إشارة مفعول به القول نعت لهذا كنس البيت كنس فعل ماض مبني للمجهول البيت نائب فاعل يفتح الشباك يفتح فعل الشباك نائب فاعل رجع المسافر إلى بلدته رجع فعل المسافر فاعل إلى بلدة جار ومجرور متعلق بالفعل رجع بلدة مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه أما رجع محمود من سفره أما حرف التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب رجع فعل محمود فاعل من سفر جار ومجرور متعلق بالفعل رجع سفر مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه أفريد كتب هذا المكتوب أم سعيد الحمزة حرف استفهام فريد مبتدأ كتب فعل ماض خبر وفعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ هذا مفعول به المكتوب نعت لهذا أم حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب سعيد معطوف على فريد بكم اشتريت هذه الحقيبة بعشر جنيهات يا سيدي بكم جار ومجرور متعلق بالفعل اشتريت اشتريت فعل والتاء فاعل هذه مفعول به الحقيبة نعت لهذه
بعشر جار ومجرور متعلق بفعل محذوف التقدير اشتريت بعشر جنيهات يا سيدي عشر عدد جنيهات معدود يا حرف نداء سيدي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه أما تكنس البيت أما حرف التنبيه تكنس فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت البيت مفعول به أين شيالك أين اسم استفهام خبر مقدم شيالك مبتدأ مؤخر مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه هذه ساعة محمد هذه اسم إشارة مبتدأ ساعة خبر مضاف محمد مضاف إليه أسعيد جاء إليكم أم محمود أحرف استفهام سعيد مبتدأ جاء فعل ماض خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ أصل الفعل جاء إليكم جار ومجرور متعلق بالفعل جاء أم حرف عطف محمود معطوف على سعيد هذه ساعة منبهة هذه اسم إشارة مبتدأ ساعة خبر منعوت منبهة نعت لساعة والله أعلم بالصواب.